ليش ألعاب الأونلاين ما قاعدين يفوزون بأي جوائز؟ اقتربنا على حفلة الجوائز أو The Game Awards اللي راح إن شاء الله بيبدأ في 8 ديسمبر. وبهذه المناسبة حابين نتكلم عن موضوع تقريبا ما حد يعني قاعد يتكلم عنه صراحة، يعني ما هقول إنه يصحيني من النوم بس ما علينا، إنه ليش ألعاب الأونلاين يا أخي ما قاعدين يفوزون بجوائز، تحديدا جائزة اللي هو The Game of the Year أو جائزة لعبة العام، إلا نادر جدا، وهذا على رغم أنه جمهورها أكبر بكثير من جمهور الستوري جيمز. وطبعا قبل ما نفتح الموضوع خلينا نعرف أنه طب إيش الشروط أو التيرمز أنه يتحدد الألعاب المرشح للجوائز للعبة العام، وهل هي الشروط هذه ثابتة مع مرور الزمن أو تغيرت، وهل الشروط بعد هذه تنطبق على ألعاب الأونلاين ولا بس الستوري جيمز. أول شرط عندنا أنه اللعبة تقدم شيء جديد لصناعة الألعاب أو الجيم اندستري، وذا ممكن يكون من خلال عدة أشياء مثل الجيم سيستم أو نظام اللعبة اللي قدمتها مثلا لعبة سيكيرو في عام 2019، واللي كان معتمد بشكل أساسي على نظام ضد ضربات الأنمي، مثل أسلوب معين بعد في سرد القصة اللي قدمته مثل جير سوليد من خلال المونولوجز والمحادثات الطويلة، أو تصميم مراحل مثل أجزاء كثيرة من ليجند أوف زيلدا. طبعا نظام الذكاء الاصطناعي بعد يعني يسوي دور مثل لعبة شادو أوف موردور، ونظام النيمسيس سيستم اللي من خلاله الزعماء يحفظون أفعالك في عالم اللعبة، وإذا هزمت بعد الزعيم يكون عنده بعد حالة نفسية ويحاول ينتقم منك، يعني شيء مرة يعني أدفانس علينا الصراحة. ولكن إذا ما قدمت اللعبة أي شيء جديد لصناعة الألعاب هذا ما يعني أنه ما تستاهل جائزة Game of the Year، لأنه الاختراعات الجديدة اللي تفيدنا إحنا يعني ما يصير كل سنة، وبعد من خلاله عناصر أخرى اللي قدمتها اللعبة بجودة رهيبة راح يكون أمامها فرصة للفوز بالجائزة، وأهم عنصر فيهم طبعاً الستوري لاين، اللعبة اللي تهتم بالقصة وأسلوب عرضها، هذا الوحده ما يكفي للفوز بالجائزة، لأنها تترك بعد أنه تأثير على عاطفة اللاعب أكثر من الجيم بلاي. يعني مثلا لو عندنا لعبة قصتها ممتازة والجيم بلاي شوي نقول عادي ممكن تصير لعبة العام، وهذا ما حدث في عام 2012 في The Walking Dead Season 1 اللي حصلت على الجائزة من جميع المواقع على حساب Dishonored اللي أنا من رأيي اللي أبدعت في الجيم بلاي، وهذا سبب رئيسي إنه ليش ألعاب الأونلاين ما تفوز في جائزة العام. ما فيها قصة تأثر على مشاعر اللاعبين، وحاولت أن تقدم قصة بجانب الطور الأونلاين، فأغلب أنه ما تستقطب اهتمام اللاعبين، غير أنه بعد برضو بسبب أن مستواها ضعيف أو أن اللاعبين يهتمون فقط بالأونلاين ويجرون ويرمون نيدات مثل Call of Duty وباتل فيلد وGears of War وهيلو، يعني في النهاية أنت جاي تلعب أونلاين ما همني الستوري لاين. وبعد برضو عدم وجود قصة ما هو السبب الوحيد، سبب آخر مهم إنه ألعاب الملتي بلاير صعب جداً إنك ترضي جمهورها عكس ألعاب القصة. جمهور ألعاب الأونلاين دائماً ينتقدون ألعابهم رغم إنهم يقضون منها يعني ملايين الساعات فيها. ممكن نشوف جزء جديد من سلسلة موجة الأونلاين يقدم جرافيكس رهيب وجيم بلاي أسطوري وبرضو يتعرض للانتقادات بسبب إنه ما يشبه الأجزاء القديمة أو المابس مختلفة، وبعد المطورين قالوا لك يلا نيرف شامبيون وبف هيرو وبف ويبن، غير انه مو نفس اللعبة ويبدأ اللاعبين يسحبون عليها ويضطر انه الديفلوبرز يسووا باتش للعبة ويرجعون المابات مثل فورتنايت، رجعوا الاوجي ماب والناس رجعوا يلعبوها عشان بعد ما يعني يرضوا اللاعبين. اخر سبب معانا انه بعد برضو معظم العاب الملتي بلاير في السنين الأخيرة أخي ما هي بطالة يعني في وقت الإصدار، ودائما يكون فيها مشاكل ويتحسن مستواها مع مرور السنين، وذلك يعني ما تتصنف إنه من أفضل ألعاب في سنة إصدارها مثل باتل فيلد 4. صراحة هذه كانت الحب، إصدارها كان كارثي في عام 2013 وبعد سنة صارت من أفضل أجزاء السلسلة. وبعد مثال آخر عندنا ريمبو 6 سيج، طبعا يعني ما حد كان يعرفها وما حد سمع عنها في 2015 بسبب ضعف محتواها وقت إصدارها، ولا أصلاً أحد ما كان في رانكت بلاي ولا أي شيء، بس يوبيسوفت قاعدوا كذا اهتموا باللعبة واستمرت في ضخ محتوى جديد مثل الأوبريترز والمابس والويبنز والغنز، وبعد سنتين تقريباً صارت من أهم لعبة تنافسية على الساحة
لدرجة أنه الكثير من المراجعين عملوا لها مراجعة جديدة، وللحين نشوف لها بطولات على مستوى العالم في مجال الرياضات الإلكترونية. لكن في 2015 أكيد يعني ما كانت تترشح أبداً لجائزة Game of the Year، والأسباب اللي وضحناها يعني ما أدري يعني ما هل في ديلز كذا وصفقات تحت الطاولة، ما أدري إيش صاير يعني، ما غريبة يعني ألعاب القصة دائماً هي اللي تفوز. بس على الأقل أنا عندي أمثلة لألعاب الأونلاين اللي فازت بالجائزة، مثل لعبة هيلو 2 عام 2004، نظراً إن هي وضعت أساسيات كثيرة لألعاب التنافسية اللي نشوفها في الوقت الحالي. وعندك لعبة Overwatch عام 2016 واختراعها لنظام الهيرو شوتر. يعني أنا ودي أشوف من الألعاب هذه أو ألعاب الأونلاين تكون من جد Game of the Year. بس كذا خلاص وقفنا يعني كذا فيديو خفاف يا شباب، لا تنسون لايك شير سبسكرايب وجرس التنبيهات عشان يجيكم كل شيء جديد، وشوفكم الأسبوع الجاي.